هذا طال عمركم 87 دخلت الجيش البحرية، والبحرية بالغزو قصص بطولية صراحة. الشباب اللي كانوا بالزوارق أبطال. أنا ما كنت مداوم، أنا التحقت خميس، ما دريت عن الغزو إلا الساعة 7:15 الصبح. جاني واحد من الربع الله يرحمه اسمه طلال، توفى. هذا كان معاي من طاقم السفينة. هذا طلال البحرية من بيتنا الدوحة بعيدة، هو ساكن معنا الدوحة، لكن احنا مرات انتخاوة يعني، اثنين يركبون مع بعض، ثلاثة يروحون مع بعض، يجون مع بعض. لي صار الدور على طلال يمرني البيت، انا في الديوانية عشان يقعدني. فجر نروح ومسافة بعيدة ساعة من بيتنا، قبل لا فيه موبايل تحطه عند راسك ولا شيء. فأقول أنا أنام بالديوانية، اللي صار الدور عليه هو مرات يعني بالأسبوع مرة. طق علي الجام وأقوم، طق علي دريشة الديوانية وأقوم وألبس وأروح فيها، ومرات أنا اللي مرة. المهم طال عمركم يوم الأربعاء أنا سهران، بيتنا على راس، عندنا براحة، حاطين فرشة أنا واثنين من ربع الله يذكرهم بالخير. صلينا الفجر ونمنا، يعني الفجر نمنا متأخر حيل، أنا نمت متأخر حيل يوم الأربعاء. رقت في الديوانية، قلت والله ماني بداخل، ماني بداش داخل، أنسدح في الديوانية سيدة وأنا. مرات تجوز لي نومة الديوانية. المهم الله ما دريت وأنا نايم قبل نومي خفيف، بابنا حنا ما نسكره، باب الرئيسي ما نسكره، خليه مفتوح مطرفه، لأن إخواني رايحين رادين البيت ما شاء الله، إخواني شباب واجد. فما دريت إلا الرجال فوق راسي فجأة وأنا نومي خفيف قبل، عندي مطارة شاي، أخطف المطارة طالع لابس عسكري خميس ما في دوام، إيش عندك؟ طالع ولا طلاب؟ قال لي قوم قوم قوم. أنا يعني انبهرت، الرجال داش داخل عندي في البيت في الديوانية، ما طق الباب لا طق الدريش ما سوى شيء، سيدة داخل علي في الديوانية مقعدني من فراشي. يا ولد إيش عندك؟ قال عراق دخل. قوم قوم. قلت يا ابن الحلال اللي دخل شنو عراق دش؟ قال لي قوم عراق دش يلا. هاك الحين شباب، أنا عمري 19 سنة تقريبا، 19 وشوي. صراحة ما صدقت، قلت هذا خبل ولا يعني الربع مسوي دقة ولا شيء. الله يرحمه الرجل هذا كان شجاع، له قصة بذكرها لكم. ترى أنا سولف، اللي يحب يسولف يتابع الفيديو حياه الله، واللي يبي علوم الفيضة بيكون آخر الفيديو بيسمع العلوم إن شاء الله. بس خلونا نسوي التليفون شوية وضع الطيران حدك علينا سجن. المهم طال عمركم قلت له، قال والله العظيم والله العراق دش. المهم فقعت من النوم من الفراش، قلت خلاص انطرني هنا في الديوانية، والله اطلع من الديوانية واروح الحوش بيتنا، بيننا وبين البيت الباب الديوانية معزولة. ادخل في الحوش وانا امشي في الحوش، برادتنا مخلينا في الحوش برادة ماي، اقعد اصب بشرب ماي، ابى البس وفر، وانا قاعد اصب ماي لولا الضرب. قلت انا السالفه صحيح. المهم البس بسرعه طال عمركم، وخطف الله يكرمكم جواتي ما لبستها، وانا تلها عندي اخوي بعد عسكري وادخلك عليه نايم. قلت له اسمع، البيت ما فيه احد وابوي في الجاخور، وحنا عندنا حريم، عندنا ورعان الوالد، عندنا عائله كبيره. قلت له اقعد في البيت لين يجي ابوي من الجافور، لا جاء ابوي تبي تلتحق التحق. قال خلاص اكيد، قال اكيد. قلت ترى بروح، حريف ما عنده احد. قال مالك شغل روح. وهذا يوم رجعت من الاسر بغيت اطقه قهرني. المهم طال عمركم احنا نركب، يوم طقينا فره
قلت يا ولد طقفر الشارع وين الضرب هذا؟ هو عندنا هو. قال يا ابن الحلال انا بمشي. يقول انا بمشي مستعجل. قلت يبا تدري شلون؟ خلني انا طال عمرك بروح بسيارتي. سيارتي عربانه وانا تسوز وتوني شاريها 90 جديده. قلت يا ابن الحلال ردني سيارتي، خلني بروح انا بسيارتي. انا سبحان الله الامور ما يندرى عنها، يمكن ارد لاهلي البيت شيء اقول له. قال خلاص. الحكي هذا الساعه 7 الا ربع بالضبط الصبح. ويعود طال عمرك ومعود انا واركب سيارتي، حتى للحين انا ما البس جواتيه وانا تلها، واطلع من الدوحه على وصله الدوحه على الدائري السابع، وانزل من عند الظهر وتلها على الملك فهد باتجاه الجليعه. والله يا جماعه الخير ما شفت لا عراقي ولا عسكري لا كويتي ولا ما شفت احد، والسابع قبل بعد فاضي مو مثل الحين. المهم لين جيت عرف جان، لواء عرف جان يصير على يدي اليمين، لا والله شوف دبابات متبرزه. قلت والله كفو يا ربع، الظاهر انه عراقي الله اعلم عنه للحين. وكارجو عاقبني رايح للديره عكس الخط الثاني ملك فهد. المهم طال عمرك قبل الغزو احنا شياطين الشباب، ما نروح للجليعه، ما نروح للمعسكر السيد على الخط السريع مع الطريق الرسمي، لا كنا نطلع طريق مختصر من عند شاليه الشيخ سعد، شاليه كبير هذا، ننزل ناخذ فوق تحت وننزل يمين سحرة لين يعني والله يمكن فيها 3 كيلو 4 كيلو سحرة، لين نجي النقار مال الشلهات ونطلع منك على البحر طريق الشلهات، قار صغير رايح راد، لين نجي القاعدة. هذا مختصر ليش كنا نطلع منك؟ شباب متمردين ونتأخر دايم، إذا تأخرنا هذا يوفر لك حوالي 7 دقائق تقريبا، درب المختصر يوفر لك 7 دقائق. فكنا شو نسوي قبل؟ لو طلعنا من الدوام من الجليعة نتجمع شباب واجد 15-20 سيارة، فنطلع مع الدرب هذا السحرة، عندنا دشة براحة كبيرة متساوية نظيفة، نطلع من الدوام الساعة 1:30 1:30 اللي هو والله ما أذكر الساعة كم، نطلع نوقف هني نتجمع ونستعرض، ما حالنا أحد بل بر حالنا، نستعرض ونستانس لين نشبع من المغثة. عقب نمشي مرات ما نحرك إلا مرة ما نمشي للساعة 3-4، نستعرض اللي عنده جيتي اللي عنده عربان اللي عنده زد، ما نحرك ونروح لهذا. فندل الطريق هذا أكثر الشباب يدلونا. يوم صار الغزو سبحان الله الكل يقول لك أسرع لأنه يختصر وقت، يقول لك أسرع خلني أروح معه بسرعة أسرع لي بالوقت. المهم طال عمركم وأنا أطلع طوف عرايف جان، يوم جيت من عند لفتي هذه قلت أنا ليش ما أطلع سحرة مني أسرع لي أبي أوصل بسرعة، وأنا طق فوق تحت وانزل يمين طال عمرك السحرة عندي هالسوز العربانة وتلة مع هالخطوط لين ضربت قار الشاليهات. وانا اجي طال عمركم بوابة الشمالية القاعدة البحرية، البوابة الشمالية اللي من توالي الشاليهات اللي تفتح شمال سميها البوابة الشمالية، من عند قسم الغواصي. المهم طال عمركم يوم جيت لا والله السيارات متجمعة على انت هذا على الباب، يا كثر السيارات كثرة والله ما من احد على البوابة، بعيد البوابة يا الله شوفوا جهة الرجاجي. ووقف يوم طلعت لا والله فيه عسكر لبسهم برية يشابه لبسنا البرية، انا احسب يعني انا قلت والله ربعنا، احسب انهم ربعنا البرية من بعيد ما يبينون عدل. قلت اشوى هذول امه معسكر عرف جان ولا غيره جايين حماية يعني على ابو حماية. والله وصفت اول ما صفت
وانزل راسي بلبس جوتي، الباب مسكر، مديت يدي باخذ جوتي وبطفي السياره، الجام مفتوح. الجام مفتوح فاتحه نص تقريبا. لا والله ما دريت الا الرشاش اللي واقف عند جامتي فجاه، ما ادري عن الدنيا ابد. من وقفت طالع رفعت راسي، لا والله الرشاش بالجام، قابل الجام، قص الجام، قال لي انزل. يوم طالعت وانا مكاني يا جماعة الخير، والله تجمدت من القهر، انقهرت قهر مع خوف، قهر مع خوف، لا والله يوم انقهرت وخفت للأمانة. اللي ما يخاف كذاب، والله اني خفت، لكن القهر ذبحني. ترى لما تطيح أسير يتحكم فيك إنسان ثاني، هني يصير عندك القهر، القهر اللي هو عدم القدرة على عمل شيء يحل هذه المشكلة اللي في لحظتها الإنسان لما ينقهر من إنسان. عارف زبدة كان يقول لي انزل، ترى طالعة، لا والله سلاح كلاش، احنا نعرف الكلاش قبل الغزو، ما عندنا بالجيش كلاش، السلاح الكلاش والعيون زرق، عيونه زرق. قلت انا اخو عيد، لا والله هذا العراقي صحيح. استيقنت انه عراقي. قال لي انزل انزل، قلت له ان شاء الله حاضر حاضر اقول له انا. قال انزل، هو يفتح الباب وانا انزل، وانا اخذ يوم كان يقول انزل 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 بسرعه، وعلى نزلتي وانا اخذ جواتي، انا لابس بليغاتي ما لابس جواتي، وانا اخذ جواتي بيدي اليمين وانزل. يوم نزلت كان يقول امشي امشي امشي، قلت له ان شاء الله، وانا اقعد امشي مديني للبوابه، كان يقول لي كلب ابن الكلب، واسكت وانا قاعد امشي. كان يضربني بالكلاش بظهري، خشم الرشاش، ضربني ضربه موجعه، عورني والله. كان يقول لي ما تحكي، وانا قاعد امشي. قلت يا ابن الحلال، كان يقول لا تحرك يدك. قلت يا ابن الحلال ايش تبي انا احكي؟ قال امشي امشي كلب ابن الكلب. قلت خير ان شاء الله، اقعد امشي طال عمرك. كان يقول رويشد وين؟ انا ورع جاهل شباب، ما لي ورع شباب، عمري 19 ونص. رويشد وين؟ قال رويشد شنو رويشد؟ قال ولك كلب رويشد ما تعرفه، احنا قاعدين نمشي الحين بين السيارات، المسافه بعيده، ولك كلب رويشد ما تعرفه؟ قلت يا ابن الحلال ايش عرفني في رويشد؟ ولك لا تحرك يدك امشي يا كلب. اسكت واقعد امشي. كان يقول قول لي. قلت له ايش تبي؟ قال رويشد وين؟ قلت يا ابن الحلال انا ماني عارف رويشد وين، شنو رويشد؟ كان يقول لك كلب هاي عبد الله رويشد ما تعرفها؟ قلت بقلبي والله هذا الحمار. قلت شلون ما اعرف عبد الله رويشد؟ اعرف عبد الله. قال لي وينه؟ قلت وانا ايش دراني عن عبد الله رويشد وينه؟ كان يقول لك انت كلب امشي 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 وانا امشي. المهم والله اني اضحك من هالسالفه للحين. يوم مشيت كان يندفني بظهري مره ثانيه، ترى طقني حيل. قال هاي صباح وين؟ صباح شنو؟ انا يا جماعه الخير والله العظيم يعني الموقف وعمري شباب، ايش دراني انا عن صباح ورويشد وما ادري شكوى. كان يقول هاي صباح وين؟ واقعد اتذكر يعني في احد من ربعي عسكري اسمه صباح؟ ما في ولا احد من جماعتي ولا احد. قلت يا ابن الحلال ايش دراني انا؟ كان يقول لك كلب قول ما اعرفه، بعد قول ما اعرفه. قلت يا ابن الحلال والله ما اعرفه. شلون يقول ولك صباح صباح ما تعرفه؟ ادري يقصد الشيخ صباح. انا وين الشيخ صباح وين؟ عسكري عريف جال الله يلعن العراقي.
قلت يا ابن الحلال انا ويني وين صباح يا ابن الحلال؟ ايش جراني انا وين صباح؟ قال ولا كنت كلب ما تريد تحكي. يقول ما اريد احكي، ايش عرفني انا ويني وين؟ ايش عرفني وين صباح انا؟ يقصد الشيخ صباح احمد عسى الله يطول. هذا الرجال قام يطقني بظهري يسوقني. الله يكرمكم سوق الخروف. اروح طال عمركم. يوم رحت لا والله يوم جيت البوابة والله أنا مشكلة قسما بالله. الحمد لله إن الله فكر. المهم طال عمرك يوم جيت البوابة لا والله البوابة مفتوحة. هالعسكر هالأشكالهم غريبة، اللي لبسهم بين يوم قربت لغير، على كتافهم إشارة حمراء مثلث. هذه فرقة حمورابي حرس جمهوري. المهم وجي الباب، يوم بقى على الباب حوالي أنا ترى أسولف القصة هذه وأنا رايح للبر، رايح لفيضة السدر اللي شمال الكويت الحين. يوم بقى على البوابة حوالي تقريبا 6 أمتار تقريبا. كان يقول الضابط واقف ضابط طويل مصك كذاك الولد المزيون ملازم أول شوارب لبسه جخ شكل عسكري. كان يقول ولك كلب عوفة يلبس القندرة. أنا والله ما أعرف القندرة يا جماعة، قبل ما أعرف العراق ما أعرف القندرة جني، أعرف ربعنا هني العراقيين اللي عندنا بجواخيرنا قبل يشتغلون في أغرب مكان، لكن عراقي 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 أصلي مثل هذا ما أعرف. ولك عوفة خلي يلبس القندرة. أنا عرفت كلمة يلبس، قلت له الظاهر هذا يقول بس جوتي. المهم كان يقول لي العسكر اللي وراي البس قندرتك. قلت له ها، أقول أنا ها، كان يقول البس قندرتك. أدري يقصد الجوتي، والله ألبس الجوتي. يوم لبست الجوتي والضابط يطالع فيه ويطالع في العسكري، قال ولك كلب كلام عاد عراقي مدري شلون، ولك ليش ما خليته يلبس قندرته يا كلب؟ قال سيدي أنا مدري ايش يقول. قال ولك انطب مدري ايش. قال له اسكت يعني ليش مشي حافي يعني. المهم ولبس جوتي طال عمركم وأنا تقدم. قال لي يلا ادخل. تقدم عند الباب، الضابط هذا معطيني جنبه اليسار، الضابط معطيني جنبه اليسار وأنا عسكري، واللي دخل عسكرية يعرف ضباط لازم تحييهم سواء من جيشك ولا من غير جيشك لازم تحيي الضابط. وأنا بيني وبينكم يعني متعودين على ضباطنا أكثرهم طبعا الجيش عندنا رقلات، ما تحييه يقعد يبكي قطك سجن يبهذل أم حياتك ليش ما حياته يا ابن الحلال ناسي. مرات ننسى ومرات لا نحييه من حقه يعني عسكري تحييه، بس بعضهم خلل يعني قطك سجن يبهذلك ليش ما حييتني يا ابن الحلال والله ما شفتك ولا لاهي عنك ولا الزبدة. أنا بعد معاي خوف، علي خوف، والضابط هذا عجبني يوم يقول ليش تمشي حافي ليش ما خليته يلبس جوتية. المهم طال عمركم يوم جيت الضابط قطعت لي حوالي 4 أمتار الضابط، بس قربت له يمكن 3 أمتار الضابط عندي، أنا لازم أمر البوابة لازم تمر على الضابط. الضابط معطيني جنبه، كان أرجع على هذيك التحية دكتور الربع يقول ليش تحية عراقي عسكرية هذه حية شنو المشكلة. وأنا أرجع لهذاك الاستعداد طرباخ رص لهذيك التحية المحترمة. يا جماعة الخير هو يفتر بده سيجارة، هو بده سيجارة وباكيت بيده الثانية ماسكة ويدخن يا جماعة الخير، ويحذف الباكيت بالأرض ويحذف السيجارة يمين وهو يفتر طرباخ ويرص لهذيك التحية قسما بالله تحية على أصولها هز الأرض اللي تحته طرباق طق لي تحية يفتر طق لي تحية
كان يقول لي بيد اليمين بقوة تفضل، استانس علي ما يدري انا ذا من يوم حييته. بس للأمانة صراحة والله انا حييته رجال يعني مسح بالعسكري مسح بالارض، ليش ما خليت المسجودية الزبدة طال عمرك حنا ندخل. يوم دخلنا الربع قاعدين ما بطول عليكم السالفة، شالونا هم يجمعون 10-15 ويشيلون ودونهم داخل، يجمعون 10-15 ويشيلون ودونهم داخل. المهم طال عمرك دخلنا داخل، أو ثاني يوم الجمعة الساعة الله مدري متى، الله نسيت مدري 9 بالليل مدري بالليل مدري بالنهار. المهم شالونا على زوارف ودونا العراق، قصة عاد هذه ثانية طويلة، والأسر وما أسر، وطلعنا بعد التحرير والحمد لله على السلام. أقولكم أخوي وطلال، طلال هذا طلع وراح للقاعدة، يوم جاء ولا فيه ضابط عسكري شو اسمه سلطان السالم أو سالم السلطان من عائلة السلطان، أعتقد مال مركب السلطان. هذا كان ضابط بالغواصين الله يرحمه، ورجال طويل وحمر ومزيون ومصك وعسكري، بس بعض الشجاعة ضيع، رجال شجاع. يوم جوه في القاعدة هو كان مستلم أو ملتحق أنا ما أعرف والله، لكن الرجال طال عمرك ما عنده إلا مسدس. اليوم أقبلوا عليه عراقيين وهو داخل القاعدة، هو يوقف ووقوف يعطيهم جنبه ويرمي بكل شجاعة وثقة، ويخرطونه بالكلاش الله يرحمه ويغفر له، خرطوه بالكلاش وطاح. من اللي جاء طلال، قال هذا مال العيادة العسكرية اللي عندنا، قال نبي، يقول العراقيين نبي أحد يجيب دم نبي ننقذ الرجال هذا. قال العراقيين من يروح يجيب دم ويجي؟ قال طلال أنا أروح أجيب دم ويجي. ما أدري وين راح الطلال، أنا ناسي السالفة والله، والقصة الربع يعرفونها. لكن شوفوا شجاعة طلال الله يرحمه، وشوفوا مواقفه. طلال أنا داومت وياه تقريبا سنة ونص بسفن انزال، شو اسمه هذا الدوبة السفن انزال، إنسان حبيب الله يرحمه. شوفوا موقفه وشجاعة هذا الرجل ما فيه مثله. قال طلال أنا اللي أروح وأجيب الدم. قال تروح تجي؟ قال أروح وأجي. شوفهم راح الله يرحمه، بعض الرجال شجاعة قسما بالله. طلع أهو جبان، طلع ما أدري وين راح، الديرة أو أي مكان. المهم الرجال مر الذخيرة، الذخيرة فيها العسكر كويتيين كلهم ما احتلهم العراقيين، الخط السريع يصير بين القاعدة وبين الذخيرة. اللي كملوا سيدة على الخط السريع ما راحوا مع الطريق المختصر، راحوا مع الطريق الرسمي للقاعدة، لقوا الشباب ربعنا العسكر الكويتيين البحرية موجودين يبلغونهم ترى القاعدة محتلة، روح للذخيرة، حنا اللي قصرنا نبي نختصر طحنا بالأسر. أخوي شو مسوي؟ أخوي سيدة لاحقني ملتحق مكمل سيدة، راح قال الله راح للذخيرة، فكه الله ما تأسر. طلال رايح للذخيرة يدور دم أو ما أدري شلون، المهم إنه شاف أخوي بالذخيرة، والرجال دبر دم وجاء. يوم جاء لولا الرجال لولا الضابط كنت توفى الله يرحمه، هذا مال سلطان السالم أو ما أدري شو اسمه والله نسيت، أنا معروف اللي يعرف السالفة معروف. دخل طلال المعسكر اللي محتلين العراقيين، رجع شوفوا شجاعة الرجل وقدامه وشهامته وموقفه وكلمة يعني الكلمة اللي قالها ما يغير كلمته، ما ذل رجع. هذا بدون المفروض على الحكومة الكويتية، وتوفى طبعا ما ندري عن عائلته، كان عنده عائلة أعتقد أكيد عنده زوجة وعيال. المفروض الحكومة الكويتية تسأل عن القصة هذه، الاستخبارات العسكرية تسأل عن القصة هذه وتتأكد وتقولون تعالوا يا عيال طلال، كان ما عنده جنسية، هذه جنسية طلال. أنا أعتقد أنه بدون يعني 90% أعتقد أنه بدون طلال. تعال يا طلال عيالك تعالوا خذوا الجنسية. شوف الرجل طلع من المعسكر وراح جاب دمه ورجع، والله ما حد يسويها الله يرحمه.
المهم عاد طلال يوم جانا يوم جاني انا رجع للمعسكر واجهته دش وقطه ويانا مره ثانيه العراقي كان يقول لي عايد قلت ها قال انا لقيت اخوك بالذخيره هذه المعلومه الكلمه هذه اللي دمرتني طول الاسر قاعد افكر بخواتي وحريمنا انا متزوج واخوي متزوج واختي متزوجه وامي وزوجة ابوي وخواتي حوالي ثلاث يعني حريم كبار غير المتزوجات يعني نخاف عليهن المهم حريم واجد في البيت والله العظيم طول الاسر وانا منقهر يوم جيت من التحرير واواجهه هو مع جيش التحالف مع الألوية الكويتية اللي دشوا الكويت التحرير الجيش الكويتي لأنه ما تأثر طلع للسعودية عقب من التحق بالجيش عقب من دخل الكويت عن طريق التحرير الجيش اللي حرر الكويت المهم طلعت نزلنا مطار الكويت جينا من عرعر الله لقيت لي راعي سيارة ركبت وياه رحت لبيتنا ما لقيت أحد رحت قالوا لي سألت ناس قالوا لي كلهم متجمعين بالمكان الثاني المهم واجهت أخوي أول ما واجهته ولا المسكين يوم شافني بكى يبكي أول ما واجهته قلت له تبكي تف عليك ما يدري شو السالفة كل الحين ما يدري شو قلت أنا ماني قايل لك لا تروح كان يقول يا رجال خلصت هذه سوالف الغزو والسوالف واجد نحب انجازت لكم السالفة حبيت مسولف لكم عنها بعدين حاضر ولا يهمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.